Toutes et tous, bonne messe à nos amis et nos frères chrétiens, que ce soit en Algérie ou en Tunisie ou chez nos frères marocains ou ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, الناس اللي راحت اليوم تصلي نقول لهم كامل صلاتكم مقبولة إن شاء الله. إن شاء الله ما تسيتوناش بالدعاء لنا إحنا المسلمين كما إحنا ندعي لكم نهار الجمعة إن شاء الله. صباح الخير عليكم. الزل في اللون ما يسمى الزل أمقرن. مرحبا سوين إن شاء الله تليم لباس. Nous sommes bien sûr le dimanche 9 janvier 2022. Il est exactement 13h56. مرحبا بكم في هذا الفيديو نتاع الحد. ما ننساش باش نقول لكم صحة قهوتكم نتاع لاقي ميدي. الناس اللي تغدات نقول لهم صحة غداكم، صحة المكلين نون. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا مازلت ما تغديتش اليوم الحد كما تعرفوا، ما طرتش بكري. الوغ بون ديمونش اتوت اي اتوس، جو بارتاج افيك فو مون كافي، صحه القهوه النون. الي
هاي لا هاي لا هاي لا هاي لا القوة. ألوغ حبيت برك نقول لكم باللي اليوم سي لو ويكاند، باردون اليوم سي لو ويكاند، لا فان دو ويكاند اليوم. مالوريزمون عندنا احنا في الجزائر هنا سي لو ديبي دو ويكاند، وهذه هي الغلطة نتاعنا اللي ما نحبوش، اون فو با كوريجي نو زيغوغ. عند خواتنا التوانسة اليوم راهم في راحة، في المغاربة راهم راحة باسكو اليوم ديمونش، الناس كل ما تخدمش اليوم، سي لو ويكاند اونيفرسيل. عندنا حنايا باقيين ديما ديما قاعدين بزنسو بالدين، كسوا الناس المسؤولين تاعنا ولا احنا ثاني الشعب، رانا قاعدين غير كيما قال واحد نبزنسو بالدين ملي ثور الصباح، وحنايا يا يجوز لا يجوز يا يجوز لا يجوز. وكيما تشوفوا هاكم تشوفوا اليوم الناس كامل كاع كيف اسمه لو موند اونتي ما كانش خدمه باسكو ديمونش. حنا عندنا سي لو ديبي دو لا سيمين، باش تشوفوا يا الناس كيفاه، ميم الامارات الخطا اللي فات كانوا مدايرين حتى هما كيما حنا، ولاو اليوم راهم رجعوا ان شاء الله نجي السعوديه ونبقاو غير حنا الاخرين. ما نعرفوا كيفاش حنايا، حنا نحبوا ديما نكونوا خير من الناس. مالوريزمون حنايا لو كان غير جينا، باش ما نقولش حنا عرضت الناس عيب، نقول نكون غير جينا كيما الناس. راح نتكلم لكم اليوم باسكو اليوم ديمونش والناس كلها راح تصلي كما كنتوا تشوفوا، الناس كلها راحت ليزيغليز. انا يا مسلم لايكي، ما عنديش مشكل باش نقول للناس كامل صحه اليوم، صحه ديمونش نتاعكم. الناس اللي راحت تصلي سواء في ليغليز يعني ولا في سيناغوغ، نقول لهم كل ان شاء الله كو ديو اكسبت فو بريير. Je crois que vous n'avez pas oublié aussi de prier pour nous musulmans, nous aussi les musulmans bien sûr laïcs, les musulmans démocrates, on n'oublie jamais de prier pour vous le vendredi. Alèche, parce que nous sommes tous des frères. Hna kamel khawa, muslim ou la messihi ou la yahoudi ou la même nes biati, même nes biati, rana ki ba'dana, rana ki ba'dana. Yikdib alikoum l'insan li yidir la différence. Celui qui fait la différence entre un musulman ou un chrétien ou une autre confession, pourquoi? Parce que dans cette vie, nous avons un habou en un drap. اللي يحسب اللي كاين زوج ولا ثلاثه، ولا اللي يقول باللي احنا الرب نتاع المسلمين رانا وحدنا، ورب نتاع المسيحيين وحدنا، ورب اليهود وحدهم، راه ما يعرفش خلاص خلاص عذروه كما قال واحد وخلاص. اسمحوا لي واحد دقيقه، الي اوب اسمحوا لي. كما قلت لكم حنايا حنا لي مسلمون متفتحين على كل الديانات، وحتى الناس اللي ما تمنش بعد، الناس اللي ما تمنش ما عندناش مشكل معاهم ونحترموهم، وكما قال واحد ديما نطلبوا لهم ربي ان شاء الله يكونوا بخير وعلى خير، خاطرش حنا اذا ربي سبحانه عز وجل ما حاسبهمش كيف نجي انا نحاسبهم انايا كما قال الانسان، كما قال مسيو بوكروح الله يذكره بالخير كو جو سالو، مسيو بوكروح الانتيليكتويل اللي قال لك يا جماعه احشموا شويه، توبوا لربي، ما عادش تكلموا تقولوا حنا رانا راح ندافعوا على ربي. كيفاش انت واش تكون انت باش تنجم تدافع على ربي؟ انت خير من الاله انتيا؟ انت خير من سيدنا محمد؟ انت خير من سيدنا موسى؟ انت خير من الانبياء والمرسلين كامل ما ينجموش يدافعوا على روحهم؟ نجيو حنا لي زاتخيمان لي فابل اتخيمان ندافعوا عليهم؟ وهذه هي الغلطه الناس اللي ما حبوش يفهموها وما حبوش. حنا مازلنا نبزنسوا بالدين. قبيل تبارك كنت نشوف في واقيلا الرئيس راح الوهرن ولا ما عرف وين راح ولا راه في الجزائر، بدا دار الافتتاح الاختتام نتاع واحد المهرجان وداروه نتاع لا سونتي باش زعما يعدلوا لا سونتي، ومن بعد ان شاء الله نتكلموا على لا سونتي ان شاء الله. كي بداو بعد جابوا لي واحد الشيخ ويقرا في القران ويجود وثاروا كل يدعي وما نعرفوش هو. يا ولدي هذا كامل والله غير هذا كامل يعني تراب في العينين للناس، هذا ما كان ما يجيب والو. اسمحوا لي قهوة تاعي مليحة وسخونة على هذاك حبيت نحطها تبرد، مال كي نحطها نبدا نتكلم معاكم القهوة تاعي تبرد، دونك ميم باردة نشربها مي جو بريفار تكون سخونة. مرحبا بكم اللي يحبوا يجيو، الناس اللي عرضتهم باش يجيو يتقهوا معايا، اللي ما يحبوش يجيو راه براسكم. الوغ كيما قلت لكم الناس ما تعرفش، وقلنا للمسؤولين تاعنا يا ولدي حبسوا لنا تبزنيس بالدين من فضلكم يا ناس، حبسوا لنا التبزنيس بالدين راهو ما يجيب والو، خاطرش الدين هذا راهو بينك وبين ربي، ما يدخل معك حتى واحد،
والله يا بابك وامك والله ما يدخلوا معك في شو يقولوا في القبر نتاعك، تدخل وحدك وانت تحاسب وحدك. اذا درت الخير هاك درت الخير، واذا درت الشر ربي هو اللي معي يشوفك. إيه علاش؟ وهو اللي قادر يسامحك، وهو اللي قادر، هو كلش. مي الانسان كيف الانسان يجي انا دوكا نمشي تبون، ولا يجي يمشي بوتفليقه، ولا يجي يمشي الاخر يجي يحتم عليك انت يقول لك لازم دير هك ودير هك. ما كانش هذه، ما تدخلش في العقل هذه. لازم كل واحد يعرف باللي الدين راهي حاجه بريفي بين الانسان والخالق نتاعو. حنا نو حنا مدايرينها روجيستر دو كوميرس، كيما قلت لكم دايرين زوج حوايج حنا وثلاثه روجيستر دو كوميرس. نجبدو تشويت نجبدو قال مسلم ولا قال واش يقولوا لو باسي ريفولوسيونير، حنا شهداء ولا حنا مجاهدين، وهذه ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى نهائيا. خاطر راه الدين دين للرب سبحانه عز وجل، كسوا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا واش تكون، لازم نرى ربي وحده، ربي واحد. وعلاه قلت لكم انا بلي انا مسلم، بصح لو كان لقى الناس يصليو مسيحيا نصلي معاهم. علاه نصلي معاهم؟ خاطر اش غير من يصليو، يصليو لاله واحد اخر، ولا يصليو لكان شباب ولا كان شطاخه، يوم يصليو لربي. حتى ولو كان غالطين بلي يحسبوا في كيما يقولوا كيما قالوا الاخرين في الهند، يحسبوا بلي ربي هذاك هو البقره هذيك هي ربي نتاعهم. اما هما الله يسهل عليهم، هما نيتهم تقول كيما هكا، مي حنا الله يسهل عليهم يقولوا واش يحبوا. مي حنا على بالنا بلي الاله ان شاء الله وين يكون، ان شاء الله وين يكون الاله، راهو واحد واحد ما كان زوج. وعلى هذاك انا كلايكي ها واللايكية باش تعرفوا يا الناس، عسى نفتح قوس هنا باش نتكلم على اللايكية. الناس يحسبوا في واحد كذا اللايكي راهو شغل ملحد، يعني ما يمنش. نو مسيو، نو نو نو، اللايكي زي والملحد زي. اللايكي هو اللي ما يحبش يخلط الدنيا، ما يحبش يخلط شعبان مع رمضان، ها هذا هو اللايكي. كيما انا وكيما بزاف الناس يحطوا الدين في بلاصتو، في بلا ولا بوليتيك في بلاصتها، الرياضه في بلاصتها، كل حاجه في بلاصتها. هذو حنا اللايكيين، ما نخلطوش الدين والسياسه مع بعضهم كيما يحبوا يديروا الناس اخرين، كيما راهم يديروا اليوم المسؤولين تاعنا. اليوم سي تبون راح افتحوا قرا المعروف كيف اسمه، هيا معليش سيدي. لو كان يكون عندنا جزائري دو كونفيسيون كريتيان باكزومبل، ولا ما عندوش الحق يكون مسؤول، ما عندوش. شفت هذه الغلطه هذه اللي يقول لك لازم تكون مسلم باش تكون رئيس. شفتوا يا جماعه كيف الغلطه هذه؟ ولا لازمك تكون درت كيف اسمه الثوره، ها دير الثوره نتاع فرنسا يعني ضد فرنسا باش تكون مسؤول. وهذو هما الغلطات، هذو هما اللي لازم نكوريجيوهم. خطر يا اخي والناس اللي دارت بكري خلاص الحرب لو يكونوا مازالوا حيين، في وقت ديهيا وفي وقت كيف اسمه ماسينيسا، وفي وقت هذوك ما يحكموش الحكم هذوك لو كانوا مازالوا حيين. لا نقول لهم يا جماعه غير برك المسلمين، برك اللي داروا في 54 برك اللي يحكموا الحكم. هاي الغلطه الناس ما يحبوش يكوريجيوها، هاي الغلطه الناس اللي تخلي مازالت اليوم ولادها يروحوا يقراوا غير التربيه الاسلاميه. ايماجينو عندنا واحد هاي مثال بي، انا مسيحي باكزومبل، ونبعث ولدي باش يقرا في ليكول كيف اسمه في ليكول في ما في خنشلة ولا في تيزي وزو ولا في تزاير، ولا نبعثو تقري له انت كيف اسمه الاسلام، يعني المسيحية كيفاش تقري له الاسلام؟ ولا نقول لك تقري له المسيحية، ولا ديروا ثاني حتى المسيحية زي وحدها وديروا الاخرين وحدهم وديروا ليه. شفتوا كيف يا ناس؟ وعلى هذاك الناس في واش يقولوا الناس في كيف اسمه في الناس في سميلي في الغرب، ها الناس راحوا كما قال واحد راحوا نحاو داروا لايكيه. نحن الناس داروا لايكيه علاش؟ باسكو على بالهم باللي كي تخلط الاديان وتخلط منها ما تلقاش روحك. مي كي يديروا المسلمين وحدهم والمسيحيين وحدهم ومنا يا خويا صدير موحدهم واش يجي ينحيهم؟ نو، قال اخويا الدين لله، الدين لله، تعبد ربي تكون مسيحي ولا مسلم ولا انا شيء يخصك، ما يخصنيش، ما يخصش الناس كل. لا ما نجيش نقول لهم احنا الجزائريين احنا كل مسيحيين، هذه غلطه كبيره هذه، ولا نقول لهم احنا كل مسلمين، هذه كل غلطه كبيره. الجزائريين فيهم الاغلبيه مسلمين، درك الاغلبيه، واحد الوقت الجزائر كانت الاغلبيه
نتاع المسيحيين كانت نتاع الجزائريين كانت مسيحيين وكانت يهود الاغلبيه بكري. من نهار جاوا دخلوا علينا هذو العرب وجابوا معاهم على حسابهم هما الدين نتاع جاوا قتلوا الناس وذبحوا الناس ودخلوا الناس للاسلام. ولينا احنا اليوم في الجزائر كامل مسلمين، يعني كامل 80% 90%، مي عندنا 10% مسيحيين ويهود وكانوا خير ما يمنوش. خلاص انا نقول باللي هكذا. دونك حنايا انا كنت لقيت بابا وما مسلمين، راني مسلم ما خيرتش. جدي كان طالب يقري القران، مي الحقيقه هي هذه، حنا ما كناش مسلمين باش نتفاهموا مليح، اوني با دي مسلمون. هذه وانا ثانيا نبقاو نبزنسو بالدين. علاش؟ باش نحكموا المناصب، باش نحكموا المناصب. والشعب نتاعنا ما هو فاهم فيها والو، ما هو فاهم فيها والو الشعب نتاعنا. علاش ما هو فاهم فيها والو؟ خاطرش كيفاه كيما كنت فل صاحبي قبيل يعطيه الصحه، دار حاجه مليحه في البوست نتاعو شفتها قبيل في الفيسبوك، دار حاجه مليحه. واش دار؟ دار قال لهم علاش، فهموني برك يرحم والديكم، فهموني علاه الجزائريين كاملين لو كان لقاو يطبقوا الشريعه الاسلاميه، كاينه ولا ما كانش؟ 90% نتاع الجزائريين لو كان لقاو يطبقوا الشريعه الاسلاميه، وكلهم لو كان لقاو راهنا كيما قال واحد من الصباح لليل وحنا يجوز لا يجوز، وكامل يصلي وكامل لما صح. مي علاه كي تحرقوا باكزومبل، تحبوا تروحوا لكاش بلاد، ولا تحبوا تروحوا تحوسوا، ولا تحبوا تروحوا تداويوا، علاه ما تروحوش للبلدان الاسلاميه؟ كش ما سمعتوا انتوما واحد راح في افغانستان، كش ما سمعتوا انتوما واحد راح للسعوديه، يا اخي السعوديه تحجوا تروحوا تسلكوا ويلا تشويت، ما تقعدوش حتى تكملوا برك تجيو مروحين. وعلاش راكم كي تحرقوا تروحوا لفرنسا، ولا تروحوا لاسبانيا، ولا تروحوا للبلدان الاوروبيه؟ بوركوا؟ علاش؟ دونك هذه هي اللي عنده الحق. وهذا كيما قال واحد هنا تبين باللي حتى الشعب مسكين الدعشي اللي ردوه دعش ما على بالوش حتى بحاجه. ساعات الناس يقول لك راني نخمم نحرق، وين يحرق؟ الاسباني، وين يحرق؟ الايطالي، وين يحرق؟ لفرنسا. اي بورتون يا اخي راكم تقولوا عليهم بلي كفار هذو، علاش تروحوا تحرقوا عندهم؟ والله غير يعطيك الصحه يا مختار حبيبي، ولي قبيل شفت هذا البوست تاعك سيغ كيف اسمه سيغ الفيسبوك نتاعك، وصح هذا لا كيستيون فوزافي كيما قالوا الاخر عريوات كيما قال واحد عنده الحق. بون كيستيون، بون كيستيون، بون كيستيون يا خويا العزيز. كيفاش انتم مسلمين والاخرين تقولوا عليهم كفار ورايحين تهاجروا عندهم ورايحين تحبوا تعيشوا عندهم ورايحين؟ يا ابن عمي فهموا رواحكم، فهموا رواحكم يا سيدي. انا كون جيت انا نحب نطبق الشريعه الاسلاميه وما طبقوهاش في بلادي، نروح وين نطبق الشريعه؟ نروح للسعوديه، نروح لافغانستان، شفتوا افغانستان، نروح كيف اسمهم على باليش انا لايران، ميما هذو اللي مطبقين الشريعه يا اخي. خلاص كي ما كانش اخرين، ولا لباكستان باغ اكزومبل، بصح ما نروحش لفرنسا، ما نروحش لايطالي، ما نروحش لاسبانيا، خاطر اذا رحت يسمى انا منافق، يسمى انا منافق. انا ما نقولش على الناس الاخرين المنافقين، انا نمد على روحي انا يا الاخر. انا ناس 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 انا على بالي بناس، والله يا جماعه غير على بالي ناس عايشين في الغرب، هاي سيدي عايشين في لاسبانيا وعايشين في فرنسا وعايشين في الانجليز ويحبوا يطبقوا الشريعه الاسلاميه في الجزائر، يعني فريمون سي نيمبورت كوا. اذا هذا ماهوش خبث واش هو يرحم والديكم؟ قولوا لي برك واش هو؟ يا خويا روح عندي لهنا، يا روح معايا لهنا في الجزائر اخويا ونطبقوا الشريعه. انت قاعد لي الهيت عايش في نعمه وعايش لاباس عليك، وكيما قال واحد الحيوانات اللي راك تربي فيهم عايشين خير منا احنا هنايا، وتجي تقول لي تقول احنا كلنا نطبقوا الشريعه في الجزائر؟ يا روح اخويا لهنا نطبقوها. لا انت تقعد الهيت ولادك تقريهم في لي زيكول الملاح، تقري لهم العلم، تقري لهم لا سيونس، تقري لهم لا تكنولوجي، تقري لهم لوتي انفورماتيك، كي يجي الفاكسان يجيبوا لك الميور فاكسان، هذا كامل لك نتايا. وحنايا تطبق علينا حنايا الشريعه، نجيو حنايا نقصوا الدين بعضنا ونحيوا رصان بعضنا. يا جماعه نعلو الشيطان شويه، نعلو الشيطان شويه، يا الناس المدعشين، يا الجزائريين اللي هفوكم هفوكم، دخلوكم في بعضكم وقعدتوا ما تهموا فيها والو، عدتوا من اللي طور الصباح وانتوما قال الله قال الرسول يجوز لا يجوز. ولو كان موان جات صح، ولو كان جات موان صح قاعدين تكذبوا على رواحكم.
كيكذبوا على رواحكم. ومن بعد اللي تهضر معاه يقول لك يا ريت تجيني فيزا، راني درت دوكا تقريب 50 دوموند وكل رجودي كل، وغدوا الصباح يسمعوا برك حاجه جات من فرنسا، جاوا كل حوجيو يجريو او كل. يا ولدي انتوما تكرهوا فرنسا بريميرمون، وتكرهوا الغرب، وتقولوا عليهم بلي راهم كفار، وتقولوا عليهم ما تشبهوناش بهذا الكفار هذو، وانتوما الاخر فيكم اللي تقولوا يقول لك اخويا انا نحب نروح لهيه. الناس تموت في البحر باش يروحوا لاوروب. نعتولي واحد مات وهو حب يروح لافغانستان، اي نعتولي يلا نعتولي ما كانش. نعتولي واحد مات وهو حب يروح لليمن ولا حب يروح باكزومبل لباكستان، وانا جهه يتبخوا الشارع. نعتولي والله تلقاو 0.00001. روحوا تشوفوا الجزائريين هزوا بارلور وقولوا في باكزومبل في الجزائر ولا في وهران ولا منا، قال يا جماعه شكون يحب يروح لفرنسا؟ والله العظيم نقول لكم لو كنت نقول وركب يركب ثم والله ما يرجع لدارو. والله ما يرجع لدارو. وانا ما نلومهمش، وانا ما نلومهمش، سي نورمال. يقول لك انا خويا لو كان ندخل اوروب دخلت الجنه، الجنه نتاع الدنيا، الناس اللي قاعده في الجنه نتاع الدنيا، وحنايا الجزائريين ها المدعشين واش نديرو؟ نستناو قاعدين، رانا في فقر، الزيت ما كانش، الحليب ما كانش، رانا في اكبر فقر، الدواء ما كانش، السبيطارات راكم تشوفوا فيها ودوك نرجعوا عليها من بعد في الفيديو الثانيه ها على لا سونتي. وحنا قاعدين ونقولوا احنا رانا نستناو باش كي نموتوا نروحوا للجنه، احنا كي نموتوا نروحوا للجنه وما لقيناش يا جماعه، ورحنا ما لقينا والو. ها كيفاش هذا الاخرين الناس تاع الغرب واش داروا؟ يعيشوا الساعه حياتهم في الجنه تاع كيف اسمه تاع الدنيا، يعيشوا حياتهم مليح ويحوسوا ويضحكوا ويشطحوا ويلعبوا ها، وكيما قال واحد ويصلي وعادي نورمال، وكي يروحوا غدوه يموتوا ان شاء الله يدخلوا الجنه ان شاء الله اذا كاينه. اذا ما كانش هذيك هي الكارثه، هذيك هي الكارثه العظمى كيما يقول الانسان. كيف انت اطلق ما في يدك تبع ما في الغار؟ انا عندي قهوه دركا قولي باش نشرب قهوتي نورمال وكذا، منا قال لا 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 يا خلي دوك نخرج لبرا كيما قال واحد كان نلقى قهوه، وخرجت لبرا لقيت القهوه مقفولين اسيدي ما كانش. كيف هندير دونك يبون ميو نشرب قهوتي الساع ومن بعد نروح نحوس على قهوه اخرى من بعد اذا نلقى قهوه خير من هذه. هذا هو الناس اللي لازم في الجزائر نديرو، راهو لازم دوله علمانيه يا ناس، راهي لازمها دوله علمانيه. وحبابنا وصحابنا الناس، انا نقول لكم برك حبابنا وصحابنا الناس اللي مازالوا يهفوا فيهم هذا نتاع الدين هذه، وربي قال والرسول قال وما نعرف واش وما نعرف واش، هذ الناس ما تسمعوا لهمش، راهم يهفوا فيكم، راهم يهفوا فيكم. وهذا الجماعه بولحيه هذا اللي يجي يضرب لك لحيه ما نعرف كي يدي حتى لهنايا كما قال واحد، وقميص ونواضر وما نعرف واش هو، وبداو يعيطوا له يا شيخ انت كيفاه يا شيخ. قبيت واحد والله غير حنا قاعدين نسمع فيه عيط له شيخه تا احنا عندي مريض عنده دار اوبيراسيون على كيف اسمه على العمود الفقري وما نقدرش نسجد وساعات ما نلقاش كرسي كي نصلي واقف، اسكو يقبل لي ربي ولا ما يقبلليش؟ والاخر يقول له ستسمع الجواب ستسمع الجواب، ويبدا يا ولدي انت هذا كلام مع ربي هذا ولا يا بينك بين الله تعالى يا محمد؟ حتى الناس كما قالك حتى واحد كي ضل راكد ما يقدرش يفور ينجم يصلي في المخ نتاعو، وربي سبحانه عز وجل يعرف واش في القلوب. ما هوش عباسي المداني ربي يرحمه ولا علي بالحاج هو اللي نعت لك؟ سبحان الله. هذا الناس واش هما بوزوسك العين كيما انت؟ مي سامبلومون قراو الفقه كما قال واحد، وقرا واحد قال عن قال عن قال عن قال، وحنا ما على بالناش حتى هذا اللي قال شكون هو، والله ما على بالنا به. الناس تقلقل قلقلها وقالها وقالها وقال قال ما نعرف واش هو رضي، واش يقول لك رضي الله عنه زعما هما شافوا بلي ربي سيرضى عليه. شوفوا هذيك الهبال هذاك رضي الله عنه. يا ولدي انت تقول بلي رضي الله، انت على بالك بيه انت رضى عليه ربي انت يا كنت معاه انت يا كي رضى عليه ربي انت ما على بالكش، واحد اللي على باله ما على باله حتى لا رضى عليه لا ما رضاش عليه لا والو، الناس قاعده تفيس هذا ما كان سيتو. دونك لازمنا يا مسلمين، وكاين اخرين مسلمين اخرين مساكن اللي مازالوا يعني يحسبوا بلي المسيحيين راهم كفار، وخلينا نحسبوا بلي اليهود راهم كفار، راكي غلطه كبيره نتاعكم انتوما، هذه غلطه كبيره 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 كبيره. راك ما تنجمش تكفر واحد يا محمد، خلي رب العالمين بيني وبين ربي. كي تكفرك انت بالك انت غدوه يحاسبك الله تعالى، باسكو انت اللي قاعد تكفر في هذا السيد هذا، وبالك انت هو الكافر ماهوش هو.
دونك انت تلقى بروحك برك، شوف انت روحك انت دير دير الخير، دير حوايج ملاح، دير منها باش انت غدوه ربي يغفر لك ويكون ربي يعطيك، مي الاخرين ما تسالهمش. انسان مسيحي يروح اليوم يصلي في الاجليز، انت تقول عليه بلي راهو كافر، ومن بعد تجي تحب تفلسف انت يا وعلاه يقول ربي ولد ربي راهو عيسى ولد ربي وعلاه، وين تحاسبه انت يا انت ربي ما حاسبوش، ربي ما حاسبوش وانت جاي تحاسبه كيفاش في الدنيا. خليهم هو قدوه الاخره كما قال واحد هو روح انت بحث رب العالمين وحاسب حتى انت الناس، ياك ما تقدرش ما تقدرش، خلي ربي سبحانه كل واحد يحاسب الناس. وعلى هذا كان نقول لخاوتي الجزائريين اللي يسمعوا فيا دركا، لا غالب كما قال لي واحد قال لي ما عندكش بزاف لي فيو سي دوماج، مي لا غالب الناس ما يسمعوش واحد كيما انا، واحد كيما انا يعقبوا عليه يكمل يقول واش قاعد يخرف هذا، هما يسمعوا بولحيه هذاك اللي يقول لهم الجهاد هذاك يلا الاف تاع الناس تتفرجوا. انا ما نقولكمش الجهاد، عمري ما نقول الجهاد، انا الجهاد هذا ما نستعرفش به بكره، انا الجهاد اللي كاين هو نجاهدوا الفقر، نجاهدوا كيما يسموه المرض، نجاهدوا كيما قال واحد نروحوا نقراو لا تكنولوجيا، هذاك تسمى جهاد، كيما داروا هذو خيانا المسيحيين واليهود ومنا يا اخي، وين تلقى واحد كيما قال واحد اون اوت بيرسوناليتي اللي قرات ودات لي بخي بزاف، ومن تلقى يهودي ولا تلقاه قاولي وتلقاه عمرنا قليل يا هو تاع العرب هذه راح صافي لونطون لونطون لونطون، انت العالم الثالث باش نلقاو واحد اللي يربح دا حاجه ولا منا ولا منا ولا دركا حكي، ما احنا الجزائريين عندنا زوج وثلاثة يتحسبوا على الاصابع باللي سو سون دي كراك كيما قال واحد ولا حاجه، مينو احنا نتعرفوا الا بالحرب هذاك هذاك المجاهد كبير والله دار فيهم على الحاله والله هذاك والله الاخر والله طير لهم دماغهم كل هذا هو احنا واش نعرفوا احنا ولا احنا غير الحرب احنا يا فرنسا قد ما ضاو وما نعرف واش هو يا ولدي الحرب راحت بكري دوكا كان الحرب الحرب على الفقر هي الحرب دوكا الصحيحه هي الحرب على على الينيورونس على الحرب على 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 كيما قال واحد جو سي با موا على على المرض هذيك هي الحرب اللي نديروها ما عادش نخمو دوكا قال والله نكون ندخلوا على ما عباليش شكون حنا علاه ندخلوا عليهم يا خويا علاه ندخلوا عليهم وعلاه يدخلوا علينا يا اخي احنا كل خاوه وعلاه يدخلوا علينا وندخلوا عليهم حتى ولو هما ما عندهمش حنا نعطيهم اسيدي وحنا اذا ما عندناش هما يعطيونا وعلاه حتى ندخلوا عليهم ويدخلوا علينا بوركوا علاه علاه رانا نخمو ديما غير باش نقتلوا الناس وباش يقتلونا وي احنا بلا ما نقتلوهم احنا وبلا ما يقتلونا رانا ميتين ميتين راهي جاي نهار نروحوا نروحوا اللي في الجزائر راح يخلي الجزائر ويموت ويروح واللي في المغرب راح يموت ويخلي المغرب واللي في فرنسا راح يموت ويخلي في فرنسا وعلاه نروحوا نقتلوا الناس بوركوا علاش ماهوش قال استنى نساعدوا الناس هذو سيدي احنا خوينا المغاربه اليوم ناقصين في اكزومبل ما على باليش انا ما عندهمش بترول ولا ما عندهم نعطيهم سيدي احنا ايه اي واش وين المشكل هم ديجا حنا كي نحكي حنا كي خويا المغاربه رانا بحال واحد كيما قال الانسان علاش ماهوش المغاربه اليوم حبابنا يجوا يقول لك الجزائريين اليوم ما عندهمش الزيت ايا بعد لهم البابر تاع الزيت اسيدي راه حنا عندنا يعطيو لهم علاش علاه نخمو برك غير باش نقتلو نعرفو غير نقتلو حنايا لحقنا 30 مينوت نقول لكم قيمتي لهنا ان شاء الله نعاودو نرجعو من بعد ان شاء الله في كان شي نوتر فيديو مي ابخي راح نتكلم لكم على لاسونتي ان شاء الله بحول الله لا سونتي باسكو الناس قاعدين يبروبوزي ودير هك ودير هك ودير هك مي انا عندي حاجه خلاف من غير هذا الشيء هذا نقول لكم نزيد نعاود لكم نقول لكم بون ديمونش ا توتي ا توس ان شاء الله الناس اللي خرجت من اليوم من لي زيكليز وخرجت منها وصلات نقول لهم ان شاء الله صلاه مقبوله عليكم اون اوتر فوا ا توتالور ان شاء الله.